الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. هل أنه اليوم المبدعين اللي عندنا هنا على مستوى ولاية القيروان والفنانين بتاعنا مش يكونوا عندهم نصيب من العروض في المهرجان هذا ولا لا؟ أرام مرحب بهم. الدورة هذه اللي تنطلق غدوة وتشرف عليها على الافتتاح، حفل الافتتاح غدوة إن شاء الله قبل 8 بشوية ولا 7:30 8 وزيرة السيدة وزيرة شؤون الثقافية، ومش يكون في عرض موسيقي وكلمات ترحيب، ثم فما فيلم سينما ينبعث في السهرة بعد الافتتاح ويستمر 6 أيام، فيه شعر وفيه موسيقى وفيه مسرح وفيه سينما ومتنوع كالعادة. حافظ المهرجان على فقراته المسانس ديما معنا يسيروا فيه، وحنا نجوم كما دور زروق الفنانة التونسية العايشة في مصر الكبيرة، أمينة فاخت في حفل كبير مهم، الممثل النجم السوري جمال سليمان، وشعراء من الأردن ومن لبنان أيضا ومن الجزائر. حاولنا باش يحافظ على الصبغة نتاعو العربية والمغاربية والتنوع، تنوع الفقرات والفنون. هو اسمه مهرجان ربيع الفنون، أمنا معناها أنه يجي جمهور الأمينة فاخت الفنانة الكبيرة ولا برشا ما عملتش حفلات، إذن في ملعب كرة القدم حمد العواني في الساعة 9:09 إن شاء الله ينطلق الحفل. تذاكر موجودين ومتوفرين في تقطعوا قطع تذاكر في مدينة في دار الثقافة 15-20 دينار أسوام رمزية. الحفل الكبير هو دائما هذه فقراتنا، قلت ما فماش حاجة سبيسال. الحفل الكبير ديما نعملوا حفلات في دورة الكرة ربيع الفنون، نجيب نجوم كبار عرب وتونسيين، هذه نقطة القوة متاعو التنوع. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.